معاد أدرني، رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية بالعيون. كيف كتشوفوا معنا اليوم تعطى انطلاقة للامتحانات، الامتحان الجهوي الموحد للسلك الإعدادي دورة يناير 2021 فئة الأحرار، وذلك بالثانوية الإعدادية التعاون؟ كيف كيشتو دابا الدخول ديال التلامذ والعمليات كلها دارت؟ وحسنا حاليا كاينه 149 مترشح ومترشحه هم الذين يجتازون هذا الامتحان، بالاضافه الى مترشحين في بالمركز بالسجن المحلي لمدينه العيون. وفي اطار تسهيل اجتياز الامتحانات الخاصة بهذه الفئة، خصوصا الناس اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم تخصيص قاعة مخصصة. وحنا هذا العام عندنا 3 الحالات من ذوي الإعاقة البصرية تم تحديد مرافقين لهم، وهم الآن يجتازون الامتحان في هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شاكير ياسير، مدير ثانوية التعاون الإعدادية، اللي في هذا اليوم 21 يناير 2021 تتستقبل المترشحين الأحرار لاجتياز امتحان الشهادة أو السلك الإعدادي دورة يناير 2021. إذن المؤسسة تتستقبل هذا الامتحان. إذن كأطر إدارية وتربوية للمؤسسة قمنا بعملية تجهيز المؤسسة لاستقبال المترشحين في احترام تام للبروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا، والحد الآن الحمد لله الأمور تمر في ظروف جيدة.